ينضم معنا تالا رسلان وابوها فاتح رسلان من ادلب. صباح الخير. سعد صباحكم. الله يسعد صباحكم جميعا. بدي بلش مع تالا اول شيء. صباح الخير تالا، كيفك؟ صباح النور. شو بتقدمي على يوتيوب؟ شو بتقدمي على صفحتك؟ احكي لنا. أنا اسمي تالا، عندي 4 سنين. اسمع قناة على اليوتيوب، أنا تالا، بحب الفلوس، بحب الضرب، تابعوني، موضوع ذكائي، باي، باي. يعني تالا أنت بتقدمي يومياتك، إنه شو وين رحتي، وين إجيتي، بالبابا بيصورك وأنت بتنزلوا هاي الفيديوهات؟ احكي له شو بحكي على فيديو ماشا. لبست لبس ماشا وجيت لساعد بابا بالكاميرا وبعدين أنا مسكت شنطتي الكاميرا. طب غير ماشا مين بتحبي من الافلام كرتون الشخصيات غير ماشا؟ بس السؤال لو سمحتي، مين بتحب غير ماشا من الشخصيات؟ خليها تحكي لنا. احكي لنا تالا، مين كمان بتحبي شخصيات غير من الافلام كرتون غير ماشا؟ مين؟ فروزن. بتحبي فروزن؟ انا بعرف من بنت اختي بتحب فروزن، كل ثيابها وكل امورها فروزن. بتحبيها؟ بتحب بس ماشا. بس ماشا. طيب فاتح يعني موضوع فتح قناة على اليوتيوب أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة موضوع متعب، المونتاج وتنزيل الفيديوهات وهالأمور، بحاجة لتفرغ. هل عندك وقت؟ خبرنا أكثر عن حالك، شو بتشتغل، وهل بتشتغل شيء له علاقة بموضوع التصوير أو الفيديوهات أو هالأمور الفنية بشكل عام؟ الله يعطيكم العافية جميعا. أنا فاتح رسلان من مدينة حلب، أقيم في شمال سوريا، متنقل بين إدلب وعزاز. أنا عملي من أكثر من 5 سنوات في مجال التصوير والمونتاج، اشتغلت مع كثير مؤسسات. يعني هذا أكثر شيء اللي خلاني أفكر إني أطلق قناة لتالا على اليوتيوب. أكيد أنا عندي عمل وما في عندي وقت، ولكن حاولت ارتب وقتي لقناة اليوتيوب. بعد ما انتهي من العمل بنرجع البيت ونعمل فيديوهات، واحيانا اخر الليل بمنتج الفيديوهات اللي لقناة تالا. حلو كثير. طيب شفنا بعض، يعني انا بصراحه فتت على القناه وشفت لك بعض الفيديوهات اللي منزلينهم. اغلب التعليقات كانت تعليقات ايجابيه، قريت شويه تعليقات، ولكن ما بيخلى الامر من بعض الانتقادات السلبيه. كيف بتقدر توازن انت بين المدح والذم لشغلكم بشكل عام او ل يعني لتالا؟ نعم. هلا التعليقات الايجابيه عم تجي على صفحه تالا، يعني لحد الان ما رايت اي تعليق سلبي، ولكن التعليقات السلبيه عم تجي لما حدا من اصدقاء عم يصورها، مثلا وكاله أو قناة تلفزيونية نزلت فيديو، فأكيد عم بيجي انتقادات. بالنسبة للانتقادات صار موضوع كثير روتيني، يعني ما في حدا هلا على السوشيال ميديا ما بيتعرض لهذا الانتقاد، ولكن الشيء المزعج إنه طفلة. هذا الشيء اللي بيخليني. يعني شو أكثر الانتقادات اللي بتجي عادة وكيف بتتعامل معها؟ إنه أو كيف بترد عليها؟ إنه صغيرة من هلا عم بتعلمها على الفساد ويعني كلام هي ما راح تستوعبه ابدا، يعني ولا ممكن هي يعني تشوفه. انا بس اللي عم شوفه، ولكن ما في اي انتقاد بناء يعني خليني انا اصلح من القناه او اشتغل عليها، لا، ناس بس ما عندها شيء. قصدك اراء شخصيه يعني هيك؟ بالضبط. كلام فارغ يعني. طيب سيد فاتح، عم نحكي كنا على التعليقات على السوشيال ميديا، كيف عم ينتقدوا الموضوع، المحيط اللي حوالين تالا، المحيط اللي بتتعامل معهم بالواقع، شو ردود افعالهم عن اللي عم بيصير؟ فيديوهات تالا، الصفحه اللي عملتها الخاصه فيها. نعم، هلا من فضل الله تالا كثير اجتماعيه، يعني ما شاء الله. هذا اكثر شيء اطلق القناه تبعيتها، يعني هي فكره اطلاق القناه انه احد الايام شفتها واقفه قدام المرايه عم تحكي مرحبا اليوم بدي اخذكم معي على مشوار، روحوا معي. يعني اصدقائي الناس لما ننزل يجوا يصوروها، متعلمه يعني حفظان كل اسماء رفقاتي وبتعرفوا مين هن ومصورين وبيجوا بزوروها، ف
فالموضوع كثير ايجابي الحمد لله على هذا الموضوع. ما يعني ما في اي حدا من يعني من اللي حوالينا قال انه وقف او لا، بالعكس الكل عم يشجعنا. تالا نعساني عم تتوب. ماشا تحبي اقول لك ماشا ولا تالا؟ تحبي اقول لك ماشا ولا تالا؟ تالا. تالا اللي بتلبس لبس ماشا. اي هلا بصراحة أنا لما شفت الفيديو تالا أنت عن جد كثير بتشبهي برنامج الأطفال ماشا. لما بتنزلي مثلا أنت لابسة هيدا اللبس وحاملة الدبدوب، شو بيقولوا لك رفقاتك؟ شو بيقولوا لك الأطفال اللي نزلوا على الحديقة وأنت لابسة ماشا؟ بيصرخوا لها ماشا ماشا بالحديقة. اي بتتصوري معهم؟ ايه في حدا تصور معك؟ احكي لي لعم يلا. في حدا تصور معك؟ يعني تصوروا معك كثير. تنبسطي انت تالا؟ بتنبسطي لما حدا بيتصور معك؟ ايه. هل صوتك طالع على المقرب؟ بنبسط كثير كثير. طيب فاتح، ما بتحس انه ممكن هذا الشيء يعمل مسافه بينه وبين الاطفال بالتعامل بشكل خلينا نقول ابسط، او اللعب بين بعضهم، ولا هذا الشيء ما بياثر لما بتنزل وبيعرفوا انه هي تالا اللي بتلبس لبس ماشا او اللي عندها صفحه على السوشيال ميديا؟ لا ابدا ما حسيت هذا الشيء صار. يعني بالاساس يعني احنا لسه جديد على اطلاق القناه، يعني اليوم انا من شهر ونص لاطلقت القناه، ما حسيت بهذا الشيء ابدا. حلو. هلا اذا بدنا نحكي شوي من الناحيه النفسيه، يعني اغلب اراء المختصين النفسيين طبعا بتكون معارضه لانه استخدام الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه بيقولوا انه ممكن هذا انتهاك للخصوصيه، ممكن ياثر على نفسيته او ممكن تتغير البنت. انت لاحظت اي تغيير على تالا او ممكن بالمستقبل مثلا توقف هذا الموضوع لانه ممكن يؤذيها مثلا للبنت او تصير مستهدفه مثلا؟ نعم. هلا شوف، يعني العمل على اليوتيوب في كثير الاف الافكار والاف المحتويات. يعني انا اليوم عم انقل حياه تالا، يعني الفكره انه انا اي شيء راح اعمله حبيت اصوره بطريقه جميله، يعني جبت لها هديه بسكليت حبيت اصور هذا الشيء. بالعكس حسيت كثير صار شيء ايجابي، يعني تالا شخصيتها قوت. مثلا انا سابقا ما كنت اخذها معي الا على مشوار او اذا طالعين، لا هلا لما راح نطلع عنا تصوير بتطلع جنبي بالسياره، تنزل هي بتساعدني بالكاميرا. بالعكس هذا الشيء كثير ايجابي، اعطى شخصيه قويه لتالا. لما حدا كبير يحكي معها هي ما عاد عندها خجل، يعني صارت تقعد معه تحكي له على قناته، وممكن تشوف حدا بالشارع تقول له فوت على قناته وتابعني. يعني هذا الشيء كان فعلا كثير ايجابي. حلو كثير. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك فاتح رسلان وتالا. شكرا تالا. شكرا لك، وعم نتابعك نحن كمان. يلا باي باي. باي. فرجينا الباي، فرجينا الباي. نهاركم سعيد. نهاركم سعيد. الله يخليك. في دمشق وسعد.